يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يروي الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا الحديث مع أنه يعلم أنه مخالف للشرع وأن أي حديث بحق ممشاي هذا؟ الإمام أحمد ما التزم الصحة في مسنده، يورد فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، ويكتفي بذكر السند، يكتفي بذكر السند. فالذي يريد أن يأخذ بحديث من الأحاديث يدرس سنده، فإن كان سلسلة السند كلها صحيحة فالحديث صحيح، وإن كان فيها مقال فإنه يتوقف عند المقال في أحد الرواة. والمحدث إذا ذكر سند الحديث خرج من العهدة، إذا ذكر سند الحديث خرج من العهدة. نعم.